يعني هناك ظاهرة عجيبة جدا. نعم. ذكرها القرآن كثيرا وشكك بها الملحدون، كثيرا ما شككوا فيها. نعم. ولكن أيضا في السنة الماضية في عام 2010 و2011 و12 تمكن العلماء من التقاط صور حقيقية للبحر تؤكد هذه الآية، تؤكدها 100%. نعم. دعنا نرى هذا الفيديو لمنطقة التقاء البحرين. نعم. هذه مقالة من موقع ألاسكا، موقع نعم. علمي. انظر، يقولون البحرين يلتقيان ميت. تمام. البحر الذي على اليمين هو بحر شديد الملوحة، على اليسار بحر قليل الملوحة، وفي الوسط البرزخ. سبحان نعم. الله. والمنطقة التي التقطت فيها هذه الصورة في خليج ألاسكا. تمام. في المحيط الهادئ. طبعا الغريب الذي يعني استدعى انتباه العلماء، كيف يتدفق البحر المالح عبر البحر الأقل ملوحة. نعم. يعني البحر الذي على اليسار، على يسار الشاشة، أقل ملوحة، هو أقل ملوحة فيظهر بلون فاتح. نعم. انظر، بسبب إن انحلال بعض المياه، ذوبان المياه الجليدية العذبة، فتخفف ملوحة البحر. نعم. فيصبح نعم. لدينا بحرين. نعم. بحر أكثر ملوحة، بحر مالح، بحر خفف من خلال نزول، ولكن كلاهما مالح. نعم. سبحان الله. فهنا يستخدمون، انظر، تو أوشنز ميت، يلتقيان. نعم. يستخدمون نفس الكلمة القرآنية. نعم. وحتى عندما كنت أطلع على هذه المقالة أو هذه الصورة والتعليق على، ويستخدمون، انظر، هذه الكلمة ميت، أي نعم. يلتقيان البحران. نعم. يلتقيان، هكذا ترجمتها في اللغة العربية. وفي أسفل الصورة ماذا وضع المؤلف؟ وضع كلمة مرج، مرجينج. نعم. كلمة مرج معناتها مرجة. ده مرجة كمان. ده سبحان الله. يعني يأتي بالكلمة الإنجليزية. يأتي القرآن بالكلمة بالعربية موافقة للكلمة الإنجليزية كمان. لأن المؤلف الذي وصف هذه الصورة لم يجد كلمة أفضل من كلمة مرج في اللغة الإنجليزية. نعم. وهي مرجة التي استخدمها القرآن قبل 14 سنة. سبحان الملك. سبحان الملك. إن هذا يشهد على أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، يتحدث عن يوم القيامة في القرآن، يعطينا مثلا أو دليلا في الدنيا، مثال مصغر يعني. نعم. كما نقول، لكي يطمئن من في قلبه شك. هناك من ينكر. نعم. يقول لك كيف ستنفجر هذه البحار. ولكن عندما يرى مثل هذه الانفجارات سوف يوقن بأن يوم القيامة سيحدث ذلك الانفجار الكبير، حيث ينفجر البحر بكامله. سبحان الملك. سبحان الملك. يعني انظر هنا كيف هذا الانفجار، صورة مصغرة عن يوم القيامة. سبحان الله. لو صوت الانفجار ويعني سبحان الله. يعني من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام بوجود انفجار في قاع المحيط حتى يذكر ذلك في القرآن؟ علمه شديد صلى الله عليه وسلم. الله عليه. ومن كان يعلم بوجود بحر مسجور، أي مشتعل، سجرة، أي أحمى. نعم. أحمى التنور يعني. نعم. فلذلك هذه الآيات تشهد على أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صادق في دعوته للناس عليه الصلاة والسلام. لم يأتي بشيء من عنده، إنما كل من عند الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. طيب، في حاجة تانية في البحار في القرآن الحقيقة.